وصلني أي خبر؟ ليش ما اتصل فيني أيوش وشالو ولا لمرة؟ أكيد كان فيهم يتصلوا ويطمنوني. إلي فترة ناطرة. شالو، أيوش، وين كنتوا؟ وين لاكشمي؟ ما بعرف باني. شو قصدك ما بتعرفي؟ أيوش شو يعني؟ لكن بشو كنتوا مشغولين؟ رحتوا لهنيك لتنقذوها؟ طيب وينها؟ ليش ما جبتوها؟ ليش ما اتصلت فيني أيوش؟ ليش ما حكيتوا معي ولا مرة؟ أنا ناطرة لحالي هون. إيه بعرف، كان لازم نتصل، آسف. بس بصراحة كنا قلقانين كثير على لاكشمي. كانت لاكشمي معنا، بعدين هربت، لهيك نسيت حاكيكي. لاكشمي كانت معكم؟ إيه أختي، هي كانت معي. أنا ولاكشمي كنا مع بعض سوا، بعدين اختفت وما عاد لقيتها. شو عم يصير؟ وين بدها تروح يعني؟ باني، أنتِ ما شفتيها لأختي مرقت من هون؟ لا متأكدة؟ شالو كنت واقفة هون وما شفتها أبداً. باني آسفة، ما تزعلي مني، بعترف يلي صار كان غلطي أنا وما كان لازم أتركها لحالة، بس شو كان فيني أعمل؟ هذا يلي صار يا أختي لأنه كان الحارس عم يلحقنا، وأنا اللي بعتها للاكشمي قصداً باتجاه تاني حتى ما يقدر يكمشها بالمرة. شو كان فيني ساوي؟ أنا كتير آسفة. آسفة شالو، أنا كنت عم بستنى لحالي من زمان وانشغل بالي كتير أنا وعم أنطر. آسفة أيوش. خلص لا تحطي ببالك، كلنا ممكن نحس بهذا الشعور، بس نحن هلأ لازم ندور على لاكشمي، والأهم من هيك إنه نلاقيها بسرعة. رح ناخد سيارة، وإذا ما كانت موجودة هون أكيد بتكون على الطريق الرئيسي. إيه صح، يلا. أكيد لاكشمي ما راحت لمكان بعيد. يلا أمشوا. منيح إنها عايشة، أنت ضيعتي لي وقت كتير اليوم. ليكي روحي لحالك، أنا ما رح ساعدك، وعملي كل شي لحالك. شو؟ أنت عملت غلط كتير كبير. طلع هنيك، فيك تشوف هداك الشبح؟ ليكا واقفة جنب الرجال، وهلأ هي أكيد رح تقدر تسيطر عليه وتخدعه، وهو ما عاد رح يرجع لي أبداً. ريشي ما رح يرجع لي أبداً، وهالشي بسببك أنت. يلا اطلع على السيارة. حاضنين بعض، شو قليلين أدب، مو طبيعي. ريشي ما كان يحضني أبدا. أنتي شو عم تعملي؟ ها؟ شو سويتي؟ ما كنتي شايفة السيارة عم تقرب؟ كان ممكن تضربك السيارة، كان رح يصير معك حادث هلأ. كان بدي بوزة شبك، كنت عم الحق بيع البوزة وعم أشر له وعم قل له يوقف عربايته، بس ما كان عم يسمعني. وحتى ريشي كان بده بوزة. بوزة طيبة كتير، شفت الصورة كيف كان شكلها حلو كتير. هلأ وقت المزح لاكشمي؟ بوزة كانت رح تضربك السيارة، لو صار لك شي وقتها. ما رح يصير لي شي إذا أنت هون.